ساعة كل 3 ساعات تتأخر دقيقة. بعد 5 أيام في الوقت كان الوقت 48 دقيقة، الساعة 48 دقيقة، كم دقيقة تأخرت يا جماعة؟ طب نجيب الأول التأخير في اليوم الواحد، قلنا لو عندك أهو ال3 ساعات، 3 ساعات بتأخر إيه؟ بتأخر دقيقة واحدة. طب اليوم فيه 24 ساعة يا جماعة، 24 ساعة هتأخر كام في اليوم الواحد؟ ضرب تبادلي، تمام كده؟ اعتبر مثلا سيبك من سن دي، خليها سن هنا كمجهول، يعني كمجهول مش ساعة. سن هتساوي ايه؟ 24 ضرب 1 اسمه 3، يعني 24 على كام؟ على 3 فيها 8، يعني الساعة بتأخر في اليوم الواحد 8 دقائق. طب في 5 أيام اضرب 8 في 5 ب 40 دقيقة يا جماعة، يبقى أقل في 5 أيام 40 دقيقة.